بعد سخة بقى جت على وادي النطرون هنا في الأماكن دي. وادي النطرون طبعا كان صحراء قاحلة، فبركة السيد المسيح والسيدة العذراء، وعشان كده امتلأ بالرهبان. أسس الرهبانة هنا قديس كبير اسمه القديس مكاريوس الكبير أو المصري، حوالي سنة 350 للميلاد. اللي باقي بقى من الرحلة دي في وادي النطرون هنا بير أو عين مية، عين مية احنا بنسميها عين العذراء. هنا العامة أو الناس يسموها بير، عطلها اسم تاني يعني لغاية دلوقتي موجودة، وحواليها يعني بتطلع مية على طول، والمنطقة اللي حواليها هي صحراء بس ملحة، فيها ملاحات. حواليها بحيرة كبيرة قوي قوي، بقت المياه اللي نزلت فيها دي كترتها، عملت بحيرة ضخمة مالحة، وهي زالت مياه عذبة. القرى اللي حواليها بتاخد منها لغاية دلوقتي مياه مياه حلوة، تاخدها تشربها لاستخدامها في البيوت يعني. فدي موجودة من آثار الزيارة العائلة المقدسة للمنطقة دي. وطبعا كل دير عامل حاجة تذكرة لهذه الزيارة. احنا قدام الدير عاملين يعني ايقونتين كبار للعائلة المقدسة. كل دير بيعمل حاجة تذكرة. أنبا شوي برضي عاملين بتاع ده كده جدارية كبيرة عليها العائلة المقدسة، لأن هي سبب البركة ووجود الرهبان في هذه المنطقة اللي اسمها وادي النطرون حاليا، وكان قبل كده بيسموها برية شهيد محطة التامنة. تيجي بعد كده المحطة التاسعة منطقة المطرية وعين شمس، نزلت من هنا على المطرية وعين شمس، ولغاية دلوقتي فيها شجرة مريم ومنطقة كبيرة كده على اسم العذراء مقفولة، فيها سياحة يعني تبع وزارة السياحة، وبيدخلوها بتذاكر، وحاجة مهمة قوي. قريب فتحها المحافظ والبابا راح معاه، عملوا لها يعني حفلة كبيرة لافتتاحها بعد تطويرها يعني. دي اسمها المطرية، اسمها يعني العذراء في المطرية. بعد كده بعد المطرية راحت الزيتون، هي تبقى المطرية على الزيتون. وظهور العذراء في الزيتون سنة 68 ده كان ظاهرة كبيرة قوي، كتبت عنها كل الصحف بره وجوه، ومحطات التلفزيون ومحطات الراديو حاجة الإذاعات كلها، وكأن العذراء يعني اشتاقت للحتة اللي قعدت فيها، فجت تزورها مرة تاني على القبة بتاعت الزيتون، واتخذت منها الصور، وطلع بيان كبير من البطريركية أيام المتنيح البابا كيرلس إن ده ظهور حقيقي، والتي بقت مزار عالمي برضي منطقة الزيتون. عشان كده ده المحطة التاسعة العشرة. المحطة الحادية عشرة حار الزويلة، وهي جاية بقى ماشية كده مرت على منطقة حار الزويلة. حار الزويلة عشان بركة
زيارة العالم المقدسة فيها ديرين للبنات، دير العذراء ودير ماري جرجس، وفيها كنيسة أثرية قعدت حوالي 300 سنة مقر للبطاركة، البابا البطريرك يعني لمدة 300 سنة. فمنطقة يعني عامرة جدا وعظيمة جدا وروحانية جدا، منطقة حار الزويلة دي. قعدت شوية، هي كانت كل شوية طبعا تقعد فترة عشان يعني تختفي عن عيون الجواسيس اللي جايين بيدوروا عليها. بعد كده بقى جاية طالعة ناحية النيل عشان تطلع على مصر القديمة، فمرت على منطقة الأزبكية. الأزبكية برضي بعد كده بقت فيها مقر البطريركية، اتنقل لهناك بقى فيه بطاركة قعد لمدة 150 سنة، وما زالت البطريركية يعني كنيستها موجودة ومقر البابا موجود قبل ما يتنقل مقر البابا إلى منطقة الأمبرويس في عهد البابا شنودة الثالث رحمه الله. دي مرت مرور يعني. وجنب البطريركية كنيسة صغيرة كده على اسم العذراء العزباوية، فيها منطقة كده جوه كده عطفة اسمها عطفة العزبة، تتفرع من حارة أكبر شوية ما اسمها درب الجنينة. فالعزبة والجنينة يعني أرض زراعية، فكانت أرض زراعية المنطقة دي يملكها واحد فلاح مصري. فمروا في طريقهم لمصر القديمة، لقوا الراجل ده راجل طيب عنده شجرة وعنده بير، سقاهم من البير وقعدهم تحت الشجرة يريحوا، وهو بيزرع في الأرض بتاعته. كان بيزرع بطيخ، فلما استريحوا كده حبوا بقى ايه أكرمهم يعني، حبوا هم كمان يدعوا له. القادرة قالت له بركة ابن يسوع المسيح تكون معك، وهتحصل معجزة هنا في الأرض دي هتشوفها بكرة، بكرة على طول. انت النهاردة هتروح هتيجي الصبح هتلاقي هنا معجزة في البطيخ ده. وعلى الساعة كده الظهرية هيقول لك ناس بيدوروا علينا ويدوك الأوصاف بتاعتنا، راجل شيخ مع بنت صغيرة شايلة طفل، والركوبة بتاعتهم بيركبوها. بس انت عاوزينك تقول لهم ايه؟ العائلة اللي بالأوصاف دي مرت هنا وأنا بزرع البطيخ ده. هو فعلا يعني، وأدول البركة ومشوا وراحوا مصر القديمة. فجاء الرجل تاني يوم لقى لب البطيخ اللي زرعه امبارح عروش كبيرة وكل بطيخة ضخمة، وطبعا استغرب ومندهش كده ايه اللي حصل، دي معجزه كبيره قوي. المنطقه دي حاليا بقى هي مقر الدير بتاعنا، دير السريان في القاهره، اسمها كنيسه الازبويه. بردي في المدخل فيه بير سمينه بير العذراء بردي، بس ما عشان حواليها البيوت وترنشات وبتاع، فبقناش ناخد منه مية لأنها بقت ملوثة شوية، لكن البير قاعد وعميق وكل حاجة، بس ما بنستخدموش، مقفول وعليه رخامة بير السيدة العذراء. سابت المنطقة دي بقى وصلت
مصر القديمة المقصد الرئيسي بتاعها قعدت في مغارة واطية كده اسمها مغارة العذراء، حاليا تحت الهيكل في كنيسة اسمها كنيسة سرجيوس وواخس أو بالعامة كنيسة أبو سرجة تسهيلا كده، وفيها المغارة المقدسة للعذراء مريم موجودة تحت الهيكل. وجت فترة اتملت مية من النشع، وزارة السياحة والآثار اهتمت بيها وشفطت المية وجلدت حيطانها ولكن بيصلوا فيها عادي خالص. دي قعدت فيها حوالي شهر يستريحوا من الرحله،